معينة حتى تكون التصرفات المتعلقة بالعقار نافذة ومعترفا بها. فأكد المشرع على ضرورة تكريس قاعدة رسمية في المعاملات العقارية ثم القيام بعملية تسجيلها على مستوى مفتشية الضرائب المختصة، ثم تأتي بعدها مرحلة الشهر العقاري أمام المحافظة العقارية. كما وضع المشرع الجزائري إجراءات إدارية تكفل حماية الأملاك العقارية مهما كان نوعها، وطنية كانت أو خاصة أو وقفية. لكن هذه الإجراءات تختلف باختلاف نوع الملكية العقارية، فهي صارمة في نوع وأقل صرامة منها في النوع الآخر. كما أن هذه الإجراءات منها ما هو وقائي ومنها ما هو علاجي. بناء على ما تقدم جاء في الباب الأول الفصلين. الفصل الأول تناولنا فيه القواعد الشكلية لحماية الملكية العقارية، والفصل الثاني تناولنا فيه القواعد الإدارية لحماية الملكية العقارية. بالنسبة للباب الثاني فقد جاء فيه الآليات القضائية المقررة لحماية الملكية العقارية. لا شك أن حماية الملكية العقارية بكل أنواعها سواء كانت خاصة أو وطنية أو وقفية تحتاج إلى ضمانات قوية ضد كل اعتداء أو تعرض أو تهديد. فلا يكفي في هذا الإطار وسائل تنظيمية لحمايتها، بل يجب إحاطتها بالوسائل القضائية. وعلى هذا الأساس مكن المشرع صاحب الحق من ممارسة الدعاوى القضائية في مختلف الجهات القضائية سواء كانت عادية أو إدارية. وبناء على ما سبق جاءت خطة البحث لهذا الباب قائمة على فصلين. تناولنا في الفصل الأول آليات القضاء العادي لحماية الملكية العقارية، أما الفصل الثاني فخصصناه للتحدث عن دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية. ختاما يمكن القول أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية كبيرة وكذا تكريس آليات قانونية وأخرى قضائية من أجل حماية الملكية العقارية بكل أنواعها في الجزائر، إلا أن هذه الحماية ظلت ناقصة ومتأثرة بالتحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها الجزائر، فمن الاستعمار إلى الاستقلال، ومن نظام الاشتراكية إلى نظام الرأسمالية، تولدت قوانين كثيرة ومتضاربة في كثير من الأحيان، وهو ما يجعلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع المترامي الأطراف والشائك نخلص إلى نتائج معينة يمكن ذكرها كالآتي. تعتبر الشكلية في المعاملات العقارية أداة ضرورية لحماية الملكية العقارية وقد جاءت في محلها، إذ أنها تكفل جميع أدوات الإثبات فيما يخص حق الملكية العقارية. لا بد من التقيد بنظام الشهر العيني الذي يرتكز أساسا على قاعدة الرسمية ابتداء من الفاتح يناير سنة 1971 وأخذ أصل الملكية بعين الاعتبار، والحث على أن أصل الملكية إجراء ضروري في تحرير أي عقد على اعتبار أن العقد هو الأداة